العم يقول عن ابن أخيه ابني، والرجل يقول عن عمه أنه من آبائه. وفي ذلك ما قاله الله عز وجل في كتابه الحكيم حيث قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. فأدخلوا إسماعيل في آباء يعقوب عليه السلام، ومعروف أن يعقوب الذي هو إسرائيل ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، وأما إسماعيل فهو أخو إسحاق وابن إبراهيم لكن من هاجر. فأدخلوا عمه، عم يعقوب عليه السلام الذي هو إسماعيل، في آباء يعقوب عليه السلام. وهذا يدل على أن العم يعد من آباء الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخالة، قال: الخالة بمنزلة الأم، فكذلك العم بمنزلة الأب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالعباس خيرا فإنه بقية آبائي، أي لم يبقى أحد من آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمامه إلا العباس بن عبد المطلب. فهذا يدل على أن العم يعد من آباء الرجل، وكذلك يعد الرجل ابن أخيه من أبنائه.